بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير اللي حجات للديار التونسيه باش تساندنا. الحمد لله حققنا الاهم هو تعادل ايجابي خارج الميدان. شوط اول كما تنقولوا دوزناه في الديار التونسيه، مازال تابعنا الشوط الثاني في مدينتنا وفي بلادنا ان شاء الله. غادي نحققوا التاهل ان شاء الله في مدينتنا. كانت مباراه صعبه ضد فريق اللي ماشي سهل، عنده لاعبين ذو جودة عالية، فرضيات وكل شيء. هذا الشيء ما كانش كما تنقولوا ما كانش دارنا، خلانا نوعاو كما تنقولوا ونكونوا يقظين معاهم. الحمد لله كما شفتوا مقابلة دوزنا ما كانش سهلة. الحمد لله كما شفتوا نقطة خارج الميدان وتعادل إيجابي، يخلينا نلعبوا مباراة العودة إن شاء الله في أريحية إن شاء الله، ونحققوا التأهل إن شاء الله في المدينة ديالنا وفي الملعب ديالنا. شكرا.